في بركه كبير يا سيدي. الكيلاني بير عدد واحد ينتج في الكيروزان من احسن الانتاجات نتاع البترول. تدخل للمنطقه وتشوفها والله لما تندب تقول لو احنا تشوف الماء مقصوص، الضوء ما فماش، الكياسات محفوره، الدنيا خاربه. الشركه الاجنبيه هذه كيف تعاقدت مع السيده هذا التونسي الجنسيه وخذات يعني العقار نتاعو للتنقيب على البترول، تعاقدت معه عن طريق الدوله التونسيه والا منها ليه تون؟ الشركه الانشطه البتروليه، لو كان نزلها انا العقد هذا تو الشركه البتروليه يقول لك ما عنديش ما نعرفوش، ما نعرفش ليه فما في تونس الحكايه هذه. الشركه الانشطه البتروليه البي دي جي نتاع الشركه الانشطه البتروليه، لو كان تمشي تساله وتقول له تعرفوا انت تو يقول لك ما نعرفوش، الدوله ما تعرفوش ونعيشوا. هذه نهبط، هذا نهبط، هذه سرقه عيني عينك. شئت ام ابيت، تحب ولا تكره، ان هي راهي مش تنقب تميك ومش خارج البترول. انت مش يعجبك ترضى بالسوم الرمزي اللي مش يعطوهول، عجبك ما عجبكش راهي مش ينقبوا غصبا عنه. ما عندكش حق تتكلم، الدوله تجي ضدك الامن يجي يهز، لو كنت تتكلم الامن يجي يهز. صاحبي هذا استاذ تكلم على الوضع هذا نتاع الجمعيه المائيه، ايش عملوا له؟ عنفوه وضربوا له راسه وكسروه ومشى للسبيطار ومشى شكا ولا حياه لمن تنادي. سيد الولي هذا ايش يقول؟ سيد الولي نادي يا اخويا عينون يعطوا في المنطقه غاديكا 75 مليون كل شهر. تفضل لا في الوثيقه مش نكلمك، يعطوا في 75 مليون كل شهر. وشكون اللي صحه في 75 مليون كل شهر؟ هذوما جماعه اعضاء مجلس الخراب مش مجلس النواب، عظام اعضاء مجلس الخراب. وين الدوله يا رسول الله؟ احنا وين نعيشوا؟ ديما في بلادنا نحكيو على ثرواتنا الطبيعيه المنهوبه. المواطنين الكل التوانسه نعرفوا انه عنا غاز، عنا بترول، عنا برشا ثروات طبيعيه عاطيها لنا ربي سبحانه، وبلادنا زاخره بهذه الثروات. لكن المسؤولين او الدوله ديما ينفيو، يقول لك مثلا ما عندناش بترول، وعلى ذاك سمعنا حمله مثلا وينو البترول. ما عرفنيش لحد الان وينو البترول. سيادتك مواطن جبت مجموعه من الوثائق تؤكد انه فما شركه اجنبيه موجوده في تونس تنقب على البترول في تونس وتعمل في عقود مع المواطنين التوانسه. مثلا قدامي عقد، هذا عقد احداث حقوق اتفاق لفائدة شركة كوفي باك، فوالا هكا اسمها، عاملة عقد مع مواطن تونسي ماخذة دارو باش تنقب في المحل نتاعو على البترول. برشا أسئلة حقيقة تطرح نفسها في الموضوع هذا، أين الدولة؟ لأنه شركة أجنبية باش تجي تنقب على البترول مثلا في بلادنا، فما دولة ما تتعاقدش طول مع المواطنين. كانت تقدم لنا روحك أول حاجة وتحكي لنا على الملف هذا، تفضل. ناشط بالمجتمع المدني يوسف البركوس. انا الحيره بالرسمي، الناس وقت يقول لك وينو البترول، احنا بالرسمي عندنا ثروات، احنا في عماده اولاد مولاهم عندنا 14 بير بترول، معتمديه السويسي ولايه المهديه بشهره ببئر سيد الكيلاني. الامر العجيب انه الشركه هذه كوباك تعمل في عقود مع الناس اللي باش تنقب في الاراضي نتاعها، يقول لك الساعه انت نعمل معك عقد 99 سنة، وحتى لو أنت توفيت ما فماش ولدك أنه من بعد يتحمل المسؤولية، لا صحيح أنت توفيت على ملك، ولا على ملك شكون؟ عمل على ملك المدير العام هذا في جزيرة كيمن، الله أعلم جزيرة كيمن بالله راهو معناتها الدولة هذه وين الدولة مانيش عارفين، الدولة باش قدامك عقد. أحكي لنا على، أعطينا المعلومات الكل، اسم الشركة هذه الأجنبية، على ملك أي دولة، مع شكون تعاقدت في تونس وكيفاش؟ تعاقدت مع مواطنين. أين الدولة باش توضح للمواطن جنسية الشركة ساعة قبل كل شيء؟ الشركة لا جنسية لها، هي الجزيرة هذه المقر نتاعها بكيمن ومكتبها بتونس العاصمة، لا علينا وين بالضبط، ومثلها مدير العام وإشارة لها فيها بعض الشركة معناتها من جهة أخرى، ها بالضبط هنا من جهة أخرى، معناتها يجيب لك اسم آخر كالعادة ماهوش واضح. الكيمن هذه وين؟ المدير العام نتاع الشركة وين؟ احنا وين؟ مش هو وين، احنا وين؟ احنا الغريب والأذى والأمر، احنا وين؟ الشركة الأجنبية هذه كيف تعاقدت مع السيدة
هذا التونسي الجنسية وخذات يعني العقار نتاعو للتنقيب على البترول، تعاقدت معه عن طريق الدولة التونسية وإلا منها ليه طول يعني؟ هي الشركة هذيك تعاقدت معاه، أول حاجة وقت اللي الشركة هذيك تجي هم وقت اللي جاوا وشوفوا في البترول وين بالضبط. أنت تحب شئت أم أبيت، تحب ولا تكره أن هي راهي مش تنقب تميك ومش خرج البترول. أنت مش يعجبك ترضى بالسوم الرمزي اللي مش يعطوهولك، عجبك ما عجبكش راهي مش ينقبوا غصبا عنك. تحب ولا تكره، معناتها رانا معناتها بالمعنى رانا مازلنا محتلين من رسمي، أنا مواطن بسيط. أنا نوضح لكم الشركة هذه اللي طاب للأنشطة البترولية ما تعرفش الشيء هذا. الشركة للأنشطة البترولية لو كان نزلها أنا العقد هذا تو الشركة البترولية يقول لك ما عنديش ما نعرفوش، ما نعرفش اللي فما في تونس الحكاية هذه. الشركة للأنشطة البترولية البي دي جي نتاع الشركة للأنشطة البترولية لو كان تمشي تسأله وتقول له تعرفوا أنت تو يقول لك ما نعرفوش، الدولة ما تعرفوش ونعيشوا احنا. هذه نهب، هذا نهب، هذه سرقة عيني عينك. قاعدين ينقبوا على البترول حاليا في البلاصه؟ لا عندنا 14 امبير والله هم مازالوا مش يزيدوا ينظروا في العمليه لو ممكن انا مش يزيدوا. مي عندنا 14 امبير بترول في عماده اولاد مولاهم، فهمتني؟ والله لو كان تدخل المنطقه وتشوفها والله لما تندب تقول لو احنا تشوف الماء مقصوص، الضوء ما فماش، الكياسات محفوره، الدنيا خاربه، معناتها يحبوا كانه يحبوا يعملوها خربه المنطقه. المواطن هذا يعطوا فيه 266 دينار، هذه الشركة 1992 حفرت البير هذا، عملوا معاه عقد لمدة 99 سنة 100 سنة معناها، قداش خلصوا؟ وانت احسب كل في العام ياخذ 260 دينار، تحب ولا تكره؟ في العام 266 دينار في العام، معناتها احنا وين نعيشوا احنا؟ احنا وين نعيشوا؟ علاش الشيء هذا؟ احنا وين نعيشوا؟ هذه اذا كان هذه بلاد، اذا كان احنا طوز هذا الرئيس قيس سعيد يقول لا للفساد، هاو الفساد بعيني امي، انا نشوف فيه، انا نعيش فيه الفساد احنا. هذا العقد نتاع الكونترا، انا يقول لك سبحان الله، يقول لك يا سيدي انت لو انت توفيت مثلا، هذا لو توفى هو ما عاش ينوبه حتى واحد، ممنوع سي انت مت سي خلاص مشيت على روحك. تو ايش عملونا هم السيد هذا؟ شكون جاي تفاوض معاه باش كريم من عنده الارض نتاعو باش نقبوا فيها على البترول؟ الشركة هي موكلة مستشار، والمستشار هذا اللي يعمل الدنيا كلها، والدولة غائبة ما جوش، ما قالوا ليش أنت من حقوقك أنت، معناتها تتصور أنت وقت اللي هم يجوا ماذا أنا نعطيك وقت اللي أنت تجي، هي هم هي كيفاش يعملوها التنقيب هذا على البترول كيفاش يصير؟ فما ماكينات يعملوا بصمة، الماكينة هذه تعمل بصمة، وهم مثلا 15 ماكينة بيجرطوا بعضهم من قوة الرجة نتاع الماكينات هذوما، من قوة الرجة نتاع الماكينات حتى من الدار توصل معناتها تتشقق، كل الديار تتشقق، وكي يجوا هما متعدين يهزوها بالطول، كي انت تتعرضهم وتقول لهم لا ما تتعدوش، ما تتعدوش مثلا، لا يجيك الامن ويقول لك لا ما عندكش حق تعرض لهم. راهو الشعير هذاك لما تعدوا كسروا زيتون، هو مذكور، راهو مذكور لنا في العقد، يقول لك احنا الماكينات هذه مش تواصل البحث التصوير اللوت على البترول، ويقول لك انت ما عندكش الحق تتعرض لهم، نكسروا لك زيتونك، نكسروا لك اشجار مثمره، نكسروا لك طابيتك، نكسروا لك ايش تحب انت، ايش عندك؟ دارك تتكسر، جايه في الطريق دارك تتكسر، ما عندكش الحق تتكلم، ما عندكش الحق تتكلم، الدوله تجي ضدك، الامن يجي يهزك، لو كنت تتكلم الامن يجي يهزك، تصبح مطلوب، لين تولي تسلم تقول يا ربي خذوا سيدي السماع، سيبوني هكا هو سيبوني يهز، فهمتني؟ ايش عملوا حاليا من بعد الثوره وقعت احتجاجات، من بعد الثوره وقعت احتجاجات. قلنا كيفاش معناتها 15 14 امبير بترول ولا منفعه للمنطقه ولا حتى شيء؟ عندنا اربعه من الناس غاديكا مش نسميهم انا مافيا، اربعه من الناس مافيا غاديك اللي عاملين اللي متفاهمين مع الشركه حاليا، الشركه هذه التونسيه الكويتيه الصينيه، الشركه هذه اللي تو حاليا اللي قاعده تخدم، الشركه التونسيه الكويتيه الصينيه، يقول لك اخويا يناديهم عندهم هذول الاربعه من الناس مسمى انا مافيا، عندهم علاقات في البلاد غاديكا في الولايه مع السيد الوالي، والله ديريكت احنا نقولوا نسموا المسميات باسمه مع السيد الوالي. السيد الوالي هذا ايش يقول لك؟ السيد الوالي يناديهم اخويا عينون يعطوا في المنطقه غاديكا 75 مليون كل شهر، تفضل ما في الوثيقه مش نكلمك، يعطوا في 75 مليون كل شهر. عندك ما يثبت خاطر هذا كلامك وانت تتحمل مسؤوليته وراه. تفضل ليه انا يا بياع في شبيه قالوا كل شيء بالحظ. ها وشكون اللي صحح في ال 75 مليون كل شهر؟
هذوما جماعة أعضاء مجلس الخراب مش مجلس النواب، هذوما أعضاء مجلس الخراب هم اللي جاوا صححوا مع السيد الوالي. أهو سيدي تفضلوا سيدي. هذايا هذايا محضر اتفاق، محضر اتفاق، هذايا محضر الاتفاق يا أمه. شوفوا هذايا محضر الاتفاق، هذايا محضر الاتفاق اللي جاوا وعملوا عليه بشاعته 250 مليون كل ثلاثة شهور، ثم 25 مليون اخرين فاضلين الله اعلم شكون ياخذ فيهم، مانيش عارف هذا كاك نجم الدوله تحقق. ثم 25 مليون شكون ياخذ فيهم الله ورسوله اعلم. به شكون اللي هنا اللي يجي يمضي؟ اللي جي سامحني، شكون اللي هنا اللي يجي يمضي؟ يجي يمضي لهنا اعضاء مجلس النواب ولايه المهديه، اعضاء اللي لاعبينها شرفاء وحكماء وعقلاء، هذوما اعضاء مجلس النواب سيد الوالي يجي يمضي معاهم، واعضاء مجلس النواب والتنسيقيه اللي قلت لك عليهم انا، هذوما المافيا اللي نسقوا مع سيد الوالي ومشوا معناتها عملوا الاتفاقيه. نعطوكم 75 مليون، نعطوكم 75 مليون كل شهر. به لكن محضر الاتفاق هذا يحكي انه مبلغ 250 الف دينار لتغطيه خلاص العمل المذكورين لمده 3 شهور. الشركه هذه يعني تستعين بعمل توانسه للتقييم على البترول؟ لا لا لا, لا هم ال 250 مليون بعد تالي اقروا انهم يعطوا 75 مليون للمنطقه والادهى لا 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 للمنطقه للناس المواطنين اللي عندهم منح نتاع تلوث. هي منحه ولكن انا مسميها منحه على شكل نقمه. كيفاش صارت العمليه؟ صارت العمليه ينادوا اجوا انتم هذوما الاربعه من الناس المافيا ينادوهم قالوا لهم جيبوا لنا سيدي اشخاص تابعينكم باش نعطوهم ال 150 عائله، كل عائله تاخذ 500 دينار يخرجوا 75 مليون كل شهر. كيفاش وزعوهم؟ وزعوهم لاقربائهم اللي يعيش في فرنسا ياخذ ال 500، هو يعيش في فرنسا وياخذ ال 500 دينار يعاني بتاع منحه التلوث وياخذ في المنحه التلوث، مثلا سيد العمد وياخذ في منحه التلوث اللي عنده ثلاثه مداجن، واللي عنده ثلاثه مداجن واللي قرر شكون ياخذ ال 500 دينار منحه التلوث عطاها لشكون؟ عطاها لاخته ومرته وبنت اخته واولاد اخته والفاميليا نتاعه وكليك، ويقول لك انت ما عندكش الحق باش تاخذ، وهي عماده اولاد مولاهم هذه اللي نورمالمون تاخذ العماده كليك. وانا مشارك فيها السيد الوالي، وانا نعرف ايش قاعد نقول، يشارك فيها السيد الوالي يعزلنا. هي عماده اللي فيها الابيار كلك، احنا في العماده هذه هي فيها اربع مناطق والاربع مناطق فيها من البترول، ولكن ياخذوها زوز عمادات هكاو، زوز مناطق هكاو وزوز مناطق الاخرين، انتم ما عندكمش شكون اللي يتكلم عليكم، ما كنتمش باش تاخذوا حتى فرنك. معناتها يجوا هم المنطقه هذه اللي منها المافيا هذوما وياخذوا. ثم واحد في داره عاطي لتسعه اخوته كل واحد عاطي منح. نتجه انا العميد للداخلي، عميد بالداخليه معين في الاطاف في الشركه الانشا للبتروليه، انا شخصيا اتجهت هزيت له الاسامي، هاي الاسامي راهو امر يدوخ. هذوما الاسامي نتاع الناس اللي يقولوا العميد نتاع الداخليه اللي اتجه وبعث للسيد الوالي وقال له يا سيد الوالي ممنوع انك تعطيهم الناس هذوما اللي يعيشوا في فرنسا، ممنوع انك تعطيهم اللي يعيشوا في فرنسا. سيد الوالي قر ويعطيهم بالسي غصبا عنا ويقول لك انت زوالي ما تاخذش، وانت عندك ناس معاقين ما تاخذش، ما ياخذوش، لا ما تاخذش. وهاو انا نسميهم لك، وهاو هاو هذه تتكتب في عماده في الشركه الانشر بيتروليه. يعني انت تقول انه الناس المتضررين والمتساكنين غادي فعلا هما متضررين من التلوث مش قاعدين يعوضوا لهم. وشكون اللي يتمتع زاد بالمنحه؟ فما ناس هي منحه تلوث ماهوش يسكن في المنطقه، ماهوش يسكن في المنطقه وياخذ في منحه التلوث، ماهوش يسكن في المنطقه. وراني اتجهت بسيد السيد الوالي بمكتوب. السيد الوالي وهم والعصابه هذوم. السيد الوالي والعصابه هذه هم اللي قرروا. هم اللي قرروا يا عم، هم اللي قرروا. انا نسكن غاديك انا بحذي البير يبعد علي، اللي عندنا بير عدد اثنين. بير عدد اثنين يبعد على وطاتي انا يبعد علي 20 متر. يسب لكم في التلوث قاعد تاخذ في تعويضه؟ انا؟ لا احنا زادوا كملوا والله هددونا ووقفونا ومرمدونا. زادوا انا اتجهت للسيد الوالي وما حبش استجيب للسيد الوالي، هددوني بعثوا لي ناس هددتني، بعثوا لي ناس مرضوني، بعثوا لي ناس عنفوني. ومش مشكله انا دفع الله مكان اعظم، نتكلموا دائما نتكلموا على الحق واحنا على حق، مش مشكله احنا مش نعيشوا لا احنا ولاد المنطقه، راهو كل واحد مش يزول على روحه، واحنا ولاد المنطقه واحنا الغيورين على المنطقه، مش حتى واحد غير انه يكون غير. قلت لي انت من الاول هذه شركه اجنبيه للتنقيب على البترول، بعد قلت لي شركه تونسيه توا تحولت شركة، ما هي اللي طاب هي اللي عملت من بعد تحولت اللي طاب، وهي اللي عملت العقود مع الناس هذوما وأصبحت شركة تونسية كويتية صينية. ما شاء الله معناتها الكويت والصين
وتونس ويقول لك واش يقول لك؟ يقول لك والله ثروات راهي ولا الانتاج شوي، هم 14 امبير يقول لك والله صار الانتاج شوي. والله مانيش عارف انا السيد الولي هذا ينظر لي فيه السيد الولي في غيبوبه ولا نائم، مانيش عارفون مانيش عارفين احنا هو نائم السيد الولي ولا في غيبوبه. فما عائدات من الشركه هذه للخزينه التونسيه؟ اذا كان فما عائدات ما يقرش بها حتى واحد وما يعرفها حتى واحد. عندها ظلام، عاملين الظلام. وفي الاخر زيد راني انا توجهت للسيد الولي بمكتوب وعندي المكتوب وكي مشيت له انا السيد الولي خمس مرات وما حبش يقبلني. كي مشيت المره الاخرانيه، المره الاخرانيه كي مشيت وعملت لايف انا حبيت نوثق اللي انا راني هاني قدام الولايه، هاني قدام الولايه ونسيت نطالب بسيد الولي وعندي الديشارج نتاعي. يبعث لي الامن ووقفون وعندي محكمه، مازلت مشيت محكمه واجلها لي لنهار 2 فيفري 2022. استنفت لي انا حبيت نطلب من سياده الرئيس في المحكمه ان يعدل النيابه العموميه، والنيابه العموميه خل تعمل البحث نتاعها. كلامي صحيح ولا غلط؟ انا نكلم فيك بالوثائق، انا المواطن المسيد نكلم فيك بالوثائق. انت وين انت؟ الدوله وين هي الدوله؟ وين سيد الرئيس قيس سعيد اللي احنا قلنا وننجوا فيه لحد الان واحنا معاه قرارات سيد الرئيس ومتنا انا وقت اللي جات 25 جويليه قلنا صحيح خلاص تحررنا مريقلين باذن الله طوى الظلم مش يزول. ولكن الى يومنا هذا لا حياه لمن تنادي. عندي انا مطلب عملته في القصر، هاو المطلب اللي عملته في القصر، انا راني نتكلم هذا المطلب اللي عملته انا في القصر. ولا يومنا هذا توك نستنى في قرار من سيد الرئيس، وسيد الرئيس مازال ما تحركش انا مش عارف علاش. وزيد نعطيك الادهى والامر. شوف 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 هذه الناس اللي تمشي تجبد، هذه الناس اللي تمشي تجبد في الماندا. الماندا هذه يقولوا منين جايتك؟ اللي ياخذوا في المنحه نتاع التلوث منين؟ من الحيط، ما يدريش عليها هو مدير البنكه، ما يعرفش الناس منين قاعده تجي من الفلوس. هذه المنحه نتاع التلوث تقدر 498 دينار تونسيه، به منين؟ شكون اللي يدفع لهم فيها؟ مجهول. مدير البنكه ما يعرفش. مدير البنكه كي تمشي تقول له الماندا هذه منين جاتني يقول لك انا ما نعرفش. نعيشوا في عصر شنو؟ وين نعيشوا احنا؟ سيد الرئيس سيد قيس سعيد يرحم والديك، سيد الرئيس سيد قيس سعيد تشفع فيك امة محمد، تشفع فيك امة محمد. رانا نعرفوك صادق سيد الرئيس، رانا نعرفوك نظيف، رانا نعرفوك. شوف العماده هذه، المطلب سيد الرئيس العماده هذه تقريبا قداش فيها من متسكن متضرر من التلوث نتاع عمليات التنقيب؟ هي فيها اربع مناطق، فيها ولاد زهره ولاد خليفه والمعامره والحاثرمين. يتمتعوا ولاد خليفه والحاثرمين ال 150 عائله يوزعوهم على ولاد خليفه والحاثرمين، والمعامره ولاد زهره يقول لك انتم ما تاخذوش، انتم ما عندكم حتى حد. هذه اللي مش ندخلوا في نفس العمليه وفي نفس التوجه. رانا عندنا مافيا، انا نكلم فيك ونعرف واعي باش قاعد نتحدى المافيا هذه. 14 بئر، 14 بئر نتاع بترول في المنطقة نتاعكم. قلت لي العباد تحت الصفر، ما عندهاش لا ضوء لا ماء، والفقر متقع. والفقر أكثر منطقة ممكن فيها الفقر هي ولاد مولاهم هذا. مازالت لما الناس تعيش في ديار توب. راني نكلم فيك راهو شيء مرير، شيء يدوخ. وين هالدولة؟ راهو مازالت لما الناس تعيش في دار توب. فما ناس ما عندهاش باش ياكل ليلة. وبحذاها 14 بئر بترول ونعيش واحد. تدري في بالك بير يا سيدي الكيلاني بير عدد واحد ينتج في الكيروزان من احسن الانتاجات نتاع البترول. وين الدولة؟ وين الدولة؟ علاش يا رسول الله؟ ونزيدوا احنا اش نعملوا؟ نجينا به هذايا في التنسيقيه نتاع الشركة نتاع البترول هو رئيس الجمعية المائية، وهي الإشكالية الأخرى الكبيرة، وهاو الضرر وين؟ وهي قوة الدولة اللي يلزمها تتدخل. واحنا ما نعرفوش ايش قاعد يصير. رئيس الجمعيه المائيه هذا هو بيده في التنسيقيه نتاع البترول، هو بيده اللي عاين في الفاميليا نتاعه، هو بيده اللي عاين في رئيس الجمعيه المائيه هذه. قصوا علينا اخر مره 12 يوم الماء، اش يقولون؟ يقول لك برا اخرجوا سكروا الطريق، برا اخرج كسروا، كيفاش يخلوكم غير ماء؟ رفضنا احنا، قلنا لهم احنا مساندين للسيد الرئيس قيس سعيد، ما بنحبوش نعطلوا مسار الدوله، ولكن هم قلنا لهم ثم حاجة قاعدة تطبخ واحنا رفضنا الشيء هذا. قلنا لهم لا نخرجوا ولا نعطلوا ولا وما نعملوا حتى شيء، نتبعوا كان سلمين. انا باش نمشوا نسكروا طريق ونسكروا نعطلوا؟ لا. من بعد تالي عندنا جمعية مائية بحذانا، صاحب رئيس الجمعية اللي بحذانا عنده تراكتور نتاع الجمعية المائية، بيعوا مشى للحبس. احنا رئيس الجمعية نتاعنا بيع الكاميون نتاع الجمعية المائية. تفضل هاو الكاميون بيعته، هاو الكاميون نتاع الجمعيه اللي تبيع كل شيء بالوثائق. يا دوله وين الدوله؟ وين هذي العقد نتاع بيع الكاميون نتاع الجمعيه المائيه في بتة؟
بيع في بتة، عليها تبيع في بتة. عند فما واحد كان يخدم في الجمعية المائية وحب سهم الخدمة، طالبوا بهبوطه، خرج ما حبوش يخلصوه، حكمت له المحكمة ب 12 مليون، ما حبوش يخلصوه، خرج عاد المنفذ وقف الكاميون باعوه باش يخلصوا السيد هذا. وين الجمعية المائية؟ وين السيد الوالي؟ سيد الوالي راهو عيب عليك سيد الوالي، سيد الوالي فيق، سيد الوالي أنت هذه قرارات سيد الرئيس قيس سعيد اللي يلزمك تناظر من أجل الفساد، هذا أنت مش كافح الفساد، أنت ما قلنا لكش احنا اش عملوا هم حاليا، اش حبوا يعملوا؟ حبوا يعملوا انتخابات للجمعية المائية، قلنا له حاسبوا أنت رئيس الجمعية المائية هذه، حاسبوا وين الكاميون نتاع الجمعية المائية؟ يقول لك الكاميون نتاع الجمعية المائية ما عندكش حق تسأل عليه أنت مواطن، عليه ما عندكش حق نسأل عليه الكاميون نتاع، اش حبوا؟ يحبوا يعملوا اجتماعات، يحبوا يعملوا انتخابات جمعية مائية. رو شيء امر يدوخ، يقص علينا الماء، يعذبونا وما تتكلمش به، كي حبوا يعملوا الانتخابات هذا لحد هذا كانت مش تيح الارواح لحد هذا، غير الدخل نورمالمون الدخل دخلت وزاره الداخليه، وهاو احنا عندنا صبينا المطلب سيد وزاره الداخليه ودخلوا وزاره الداخليه، وقال لك باذن الله عملوا بلاغ للحرس الامر الحرس الوطني باش يتدخل في الوضع هذا نتاع الانتخابات المستير النهار لحد هذا، لان كانت مش تيح فيها الارواح، لان هي لانها ظلم واستبداد، هذا الظلم والاستبداد، هذايا رئيس الجمعيه المائيه هذايا مافيوزا بالنسبه لنا احنا غاديك، قال لك ما نعطيكش الاشتراكات، الانخراطات، اعطي الانخراطات الفاميليا نتاعو، وكاهو، وهذوكم ينخبوا له، وهذوكم يصوتوا له، واحنا ليه؟ احنا ليه؟ احنا ليه؟ قال لك انت ما نعطيك شيء، توا هبطوا بلاغ، لانه قال لك مش نعطوا 10 ايام اخرين، وتو نشوفوا معاهم، وتو نشوفوا كيفاش نسيبوكم الانخراطات، ولا تلعبوا بينا. ولا تلعب بمنطقة كاملة، روح حرام عليهم راه، روح عيب راه، روح عيب. هذا عندي صاحبي هذا أستاذ تكلم على الوضع هذا نتاع الجمعية المائية، إيش عملوا له؟ عنفوه وضربوا له راسه وكسروه له ومشى للسبيطار ومشى شكا، ولا حياة لمن تنادي. وين الدولة يا رسول الله؟ احنا وين نعيشوا؟ عنده القضية في فرقة الأبعاد، ولا حياة لمن تنادي. الناس اللي عنفاته واللي ضرباته شيء ما يصير، لان هذا هو المتسلط في المنطقه غاديكا في الدنيا. احنا المطلوب نطلب من السيد الرئيس قيس سعيد انه يتدخل عاجلا، نحبوا التدخل عاجل، وان يعملوا لنا يحاسبوا لنا رئيس الجمعيه المائيه، نشوفوا كيفاش العمليه مع الشركه البتروليه، واذا كان ان نطلبوا من السيد الرئيس قيس سعيد. سيد الرئيس، سيد الرئيس راك تتكلم، راك تتكلم على الفساد سيد الرئيس، راك قلت لا للفساد، ما دام لا للفساد واحنا مواطنين ونجوك غاديك والمطلب عندك في القصر عنده شهرين وعشر ايام، ولا يومنا هذا لا حياه لمن تنادي. سيد الرئيس من فضلك، سيد الرئيس راك نظيف، سيد الرئيس تشفع فيك امه محمد، شوف انا حل.